بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم في الحلقة الثامنة من سلسلة علم الرؤى والأحلام، محدثكم الدكتور محمد غنيم. ندخل في صلب موضوع رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، سبق مقدمات ولطائف، الآن نريد أن نتكلم على حقيقة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ومتى نتأكد من صدق ما نراه. الحديث المعتمد عليه في هذا الأمر هو الحديث المتواتر: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وفي السنن وفي غيرها من كتب السنة، وهو حديث كما قلنا متواتر، يعني ورد عن كثير من الصحابة وغيرهم، لا يحتاج إلى كلام من ناحية الصحة، فهو في درجة عالية من الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، أي فقد رآني رؤية حقيقية. وفي بعض الروايات حتى: من رآني في المنام فقد رأى الحق، أي فقد رأى رؤية حقيقية. بعد ذلك الحديث يقول: فإن الشيطان لا يتمثل بي. وبعض الروايات: فإن الشيطان لا يتمثلني. وفي بعض الروايات: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وفي بعض الروايات: فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي. وفي بعض الروايات: إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. وبعض الروايات: إن الشيطان لا يتراءى بي، أو لا يتزايا بي، أو لا يتكونني. وروايات متعددة أوردها الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح كتاب التعبير في المجلد 12. الخلاصة: هذا الحديث يفيد أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإن رؤياه حق، وليست باطلة، وليست من الأضغاث، وليست حلما من الشيطان. وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ بين العلة في ذلك: فإن الله سبحانه وتعالى لم يمكن الشيطان من النبي في يقظة ولا في منام، حتى أنه لا يستطيع أن يأتي في صورة تشابه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء عد هذا الأمر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو ما اختص به عن جميع الأمة، لأن الشيطان يمكن أن يأتي في صورته، يأتي في صورة فلان، يأتي في صورة الشيخ أو العالم أو حتى صحابي، لكن يمتنع أن يتلبس أو يتزيى بتلك الصورة النبوية، صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي صورة النبي محفوظة في اليقظة وفي المنام، حتى لا يستطيع الشيطان أن يلبس على الناس في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا الحديث، وهذا مختصر معناه أو المستفاد منه. نأتي في قضية مهمة. طيب، الناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في صورة قريبة من صورته الحقيقية، وفي بعض الأحيان يرونه في صور مختلفة. في بعض تلك الصور يكون فيها نقص، يعني يمكن بعضهم جاء لي مثلا وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا جدا، بعضهم يأتي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الرأس وأبيض اللحية، لأنه يتصور أن النبي كذلك. وطبعا وصف النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتب الشمائل وفي كتب السنة، يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها نفران أو طائفتان. طائفة الأولى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والسبب أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفون، لما يرى صورة يقول هذه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وصورة أخرى يقول لا، هذا بعيد عن صورة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عرف الصورة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الطرف الثاني أو الطائفة الثانية هي الطائفة التي درست السنة أو درست في السنة صفة النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن العلماء كانوا حريصين على وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا، وصفوه سواء في الطول أو في السمن أو النحافة أو في الشعر، سواء كان صبطا أو يعني مجعدا، وصفوا بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا كراديسه يعني حتى مفاصله، وصفوا ضخامته، وصفوا كيفية مشيته، وصفوا كيفية ضحكه. كل هذا تجد في الكتب التي تسمى بكتب الشمائل، الشمائل النبوية، ومن أشهرها كتاب الشمائل النبوية أو المصطفوية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن، وقد اختصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر سنن أو في مختصر الشمائل للترمذي، وهو كتاب مفيد جدا بالنسبة لطالب العلم يتعرف منه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أصبح عندنا طائفتان، إما من باشر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، وإما طائفة أخرى عرفت صفة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب ومن المؤلفات واستجمعت تلك الرؤية. لأنه كما قلت، بعض الناس من عموم الناس يظن أن النبي يعني يتصور النبي كده أبيض فأبيض، شعره أبيض ولحيته بيضاء ويلبس ثيابا بيضاء، بينما معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلوه الشيب، وإنما عد الصحابة في لحيته أو في شعره ما يقارب من 20 شعرة بيضاء. إذن لم يكتس النبي صلى الله عليه وسلم بالبياض ككبار السن كما هو معتاد أو كما هو مشهور، مع كونه توفي وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وبالتالي طيب، بعض تلك المرأة التي يراها بعض الناس هي تخالف صورته الحقيقية، طب هل يقال طيب وبالتالي ليست هذه صورته الحقيقية؟ الحديث يقول من رآني في المنام. طيب أنت ما رأيته؟ لأن بعض الناس يرى تلك الصور. الآن أنت عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه وحاشاه أنه مثلا غير مكتمل الأعضاء، كأن يكون ناقصا عينا أو يدا، وهذا واقع عند بعض الناس أنه يقوم المنام ويقول رأيت النبي لكن أنا مستغرب لأنه كان يعني قصيرا جدا أو كان هزيلا جدا أو كان ناقص يد أو ناقص رجل أو ناقص عين أو ناقص كذا. هذا موجود، يعني أنا لا أدعي ولا أكذبه. طيب هل يقال في مثل هذه الحالة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتبهوا إلى تلك المسألة. كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى وفصل تلك المسألة في كتاب الاعتصام، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، لم يقل من اعتقده أو من حسبه أو من فهم، أو يعني معناها من رآني بمعنى من رأى صورتي فقد رآني، أي فقد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم. والعلة إن في حقيقية تلك الصورة أن الشيطان لا يتمثل به، كما ذكرنا الروايات المتعددة، فإن الشيطان لا ينبغي أن يتمثل به ولا يتزايا به ولا يتراءى به ولا يتصور به، كما في تلك الروايات المتعددة التي ساقها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب في شرح كتاب التعبير من فتح الباري رحمه الله تعالى. إذن نحن في تلك المسألة الأولى في تلك الحلقة نريد أن نؤكد على قضية أنه ليس كل من يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يكون صادقا، يبقى لأنه بعض الناس جاءوا بأشياء مبتدعة وجاءوا بانحرافات وجاءوا بضلالات وجاءوا بأكاذيب وضللوا الناس وفعلوا أفاعيل بعيدة عن الدين، كل ذلك فعلوا بحجة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك مش رؤيا النبي حق؟ مش النبي قال من رآني في المنام فقد رآني أو فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل به أو لا يتزايا به
أو لا يستطيع أن يتمثل بي إلى آخر الروايات. طب أنا شفته في المنام بيقول لي والله إحنا ندفن أبي في الجامع، أو إن إحنا نصلي 10 ركعات بنية بر الوالدين، أو إن إحنا نصوم أيام معينة لعل الله يرفع عنا غمة البلاء أو الوباء أو غير ذلك من الأمور التي يبتلى بها الناس. ليس معنى ذلك أنه صادق. أولا، بعض الناس يكونون كذبة فيكون أصلا اخترع ذلك. بعض الناس ليس كذابا لكنه وهم ولبس عليه الشيطان، فربما رأى إنسانا في المنام شكله جميل وظن أنه النبي، أو وقع في نفسه. النبي لم يقل من رأى صورة ووقع في نفسه، من وقع في نفسه أنه رآني فقد رآني، وإنما يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وبالتالي يقع للناس الأخطاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، إن أن بعضهم يكذب ويتعمد الكذب إما لمصلحة أو لإضلال أو لمكسب من المكاسب أو لدعاية أو لغير ذلك من الأغراض التي عرفناها، أو أنه لا يكذب لكنه يلبس عليه في المنام. فالخلاصة التي نخرج بها من تلك الحلقة أن ليس كل من يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صادقا، بل ربما كان كذبا أو واهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.